ايه الاخبار يا ابس؟ تمام يا ريس، بس البت اللي اسمها سناء دي احوالها غريبه قوي. الله ليك انت؟ معرفش، البت دي اول ما اشتغلت معانا قعدت فتره، انما ايه زي القطر، نروح الشغل الصبح الاقيها مجهزه كل الشغل في الصاجات تمام، وفجاه لقيت حياتها اتلخبطت وبقت تتاخر، ولخفنت الشغل بتاعنا على الشغل بتاع الفرن اللي هي بتشتغل فيه. معلش يا ابس، البت اصلها بتمر بظروف صعبه اليومين دول، الواد اللي كان المفروض تتجوزه مات فجأة في حادثة. قلت لي بقى، وانا عمال اقول البت دي ايه اللي جرى لها. عموما انا هتكلم معاها، خليها تظبط. ماشي، يا ريت تكلمها. السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام ورحمة الله وبركاته، ازيك يا معلم هابو؟ اتفضل. كمان يا عم فؤاد، انت رحت قلت عدوني ولا ايه؟ ليه بس كده يا معلم؟ انا كنت قصرت معاك في حاجة. مقصر في هربو ده. الله، طب خلاص يا معلم، في ايه؟ اتكل على الله، انت عايز تشوف شغلك. ماشي، سلام عليكم. سلام على الله. على السلامة يا معلم. اللي ابو اغزه فين البضاعه؟ ولا نقعد كده من غير شغل ولا مشغله؟ ده حتى ايدي البطاله نكسه. لا ما خلاص يا معلم، شطبنا، دي كانت عمليه كده وراحت لحالها. خلاص احنا دلوقتي خلاص ماشيين في السليم. الله يا سبا باسم، ايه بقول حمضان ده؟ ايه الكلام اللي واكلش عيش ده؟ هو زي ما بقول لك كده، اسمع مني، شيلني من دماغك خالص، حض الله ما بيني وما بين سكه الصنف. يا ابن الحساب يا ابني، يا خساره، ده انت قلبك ضعيف خالص يا خساره، ما طلعتش زي المعلم بتاعك. كل شيخ وليه طريقه يا معلم، هقولها لك 100 مره، سكه الصنف مش سكتي، سكه الصنف مش سكتي. يا ابن الحساب خلينا نمشي يا ابني. يعني ده اخر كلام؟ هو ده اللي عندي. خلاص الحساب عندي. تسلم يا غالي، الحساب عند المعلم يا ابني. حساب يا ابني.